أول خرجة إعلامية له أعلن رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب سليم دادة عن حصيلة ونشاط المجلس، وكشف عن عدد المنخرطين فيه الذي بلغ أكثر من 10,000 مستفيد من بطاقة الفنان. كما أشار دادة إلى أهم إنجازات المجلس منذ 7 سنوات من تأسيسه، وتحدث أيضا عن بعض القوانين والشروط وأهم الإجراءات الجديدة التي أضافها بعد أن عين على رأس المجلس يوم 27 مارس خلفا لعبد القادر بن دعماش. ميكروفون سامية مزوني. الفاعلين وكل المشاركين أيضا في هذا العمل لمامبخ تاع هذا المجلس، العمل اللي قاموا به كل طوال هذه السنين، وايضا العمل اللي قاموا به في 3 اشهر هذه، الاشياء اللي رايحين يقوموا بها والاعمال اللي رايحين يقوموا بها، كل شيء جديد بالنسبه لتثمين عمل الفنانين، ليس فقط باش يمدوا لهم لا كارت دارتيست، سي با كو سا، سي تو لو ترافاي الاركتاكش، هما عندهم اعمال اخرى يقوموا بها. كما قدمنا الانجازات الاخيره في 3 اشهر هذه، واللي هي اللي كانت على قائمة ولائحة المهن الفنية، قائمة الأعمال المتعلقة بالفن، تجديد الصيغة الملف طلبات بطاقة الفنان، وبالنسبة لبعض النشاطات التي ستبدأ قريبا في ابتداء من شهر سبتمبر. الإنجازات المقررة بالنسبة ل 2019 هو بداية النشاطات الشهرية للمجلس الوطني للفنون والآداب، اللي راح تكون على شكل ملتقيات أو لقاءات فنية أدبية سينمائية. راح نكون إن شاء الله عندنا مقر جديد، أنا سمعنا اليوم يعني الخبر، ما نش عارفين وين، لكن يكون أكيد في العاصمة. الإنجازات الأخرى اللي هو الحضور تاع الفنان اللي لازم يكون على المستوى الرقمي. هذا وقد كشفت وزيرة الثقافة مريم برداس عن مجموعة من الامتيازات لموظفي قطاع الثقافة وأهل الفن، كما أعلنت عن منح فضاء جديد للمجلس الوطني للفنون والآداب من أجل توسيع نشاطه أكثر. بالنسبة للعقد الإبرة مبرم مع 3 شركات وطنية اللي هي لا سا، لا كار، لا كات، فيما يخص تخفيضات وتحفيزات للفنانين وعمال قطاع الثقافة أيضا. هذا المجلس الوطني للفنون والأداب راح يكون عنده مركز خاص به، على خاطرش من قبل كلهم يعرفوا أنه كانوا في المكتبة الوطنية، الآن راح يكون عندهم مركز خاص وين يقدروا يستقبلوا الفنانين في احسن الظروف، يعملوا معاهم، وايضا راح يقوموا ايضا بعده نشاطات في المجالات المختلفه للثقافه. هذا وقد اعلن سليم دادة عن بطاقه الهويه الفنيه بدل بطاقه الفنان الحاليه، كما اوضح ان البطاقه الجديده تحمل مواصفات ومعايير احسن من اجل منع تزويرها. كما حدث للبطاقة السابقة، وأن البطاقة الجديدة ستكون بحجم أصغر باللغتين العربية والإنجليزية. ابتداء من البطاقة الهوية الفنية اللي راح تصدر ابتداء 2020، واللي راح هي تجي يعني تستعوض أو تستخلف هذه البطاقة الحالية، أي قاعدة معلوماتية يعني اللي نقصوا من ناحية التسريبات أو تزوير هذه البطاقة. البطاقة هذه أيضا من الأشياء الجديدة تاعها أنها تثمن الكثير من التعاقدات.